حصلت 3 طرازات من فورد لعام 2013 وهي توروس وإكسبلورر ولينكولن MKS على تصنيف 5 نجوم للسلامة من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصدت الطرازات هذه النتيجة خلال فحوصات برنامج تقييم السيارات الجديدة، والذي يجمع ما بين تقييم الأداء في تجارب الاصطدام الأمامي والجانبي ومقاومة السيارة للانقلاب. تحتوي الطرازات 3 على مجموعة متكاملة من تقنيات السلامة القياسية والاختيارية من وسائد هوائية معادة التصميم وتحسينات مضافة على نظام الفرامل وغيرها من الوسائل الجديدة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv